المصاطب هذه دائرية تصل قطرها إلى 5 6 7 أمتار، فوقها دائرة أصغر مصطبة، فوقها دائرة أصغر، فوقها مثل التورتة أو الكيك هرم. أي، وبالتالي فعلا ما شاء الله عليك، لماذا لا تكون هذه فكرة الأهرامات؟ نشرت عن هذا الكلام في رسالة الجامعة جامعة الملك سعود. أبو عبد الله، الكلام اللي تقوله أن فكرة نشأة الأهرامات اللي في مصر بدأت من هذا الموقع كلام خطير ومثير وغريب صراحة. فعلًا فعلًا. طيب معلش أقنعني بالكلام هذا. أول شيء هذا الجبل الناس سمونه جبل باللعبون. نعم. أعطني قصة الجبل وليش سمي جبل باللعبون؟ القصة طويلة لكن لعلي أختصر. طلب مني أخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الغزي، أنا أذهب معه إلى العفجة شمال الخرج. أيوة. لشراء استراحة. ولما ذهبنا وجدنا أن هناك مدافن. يعني رايحين تشرون استراحة يعني؟ كانت الأرض موزعة بتر للبيع كاستراحات، وفيها مدافن. استغربت، ذهبت للمكتب قال كيف تبيعونها وهي مدافن؟ قال لي خلاص توزعت. الله أراد أن أصعد إلى الجبل، وإذا فوق الجبل المجاور للاستراحات مبترة الأرض، الجبل مبتر للبيع، ولكن فيه منشآت حجرية غريبة لم أرى في حياتي مثلها. سافرت المملكة شمال غرب جنوب شمال، لم أرى مثل هذه المنشآت. كيف تباع؟ رجعت إلى ما كتب على المنطقة، وإذا في البي ذاكرها، هل المنشآت حجرية ولا مديرية الآثار ومتاحف وزارة المعارف وقت ذاك عارفين عنها ودارسينها، والآن مبترة تباع استراحات. جن جنوني. فكتبت مقال في جريدة الرياض، آثارنا تباع يا أهل المسؤولين، ترى تباع آثار قديمة. ما حد سمعني. هذا عام كم ذا اللي نحكي؟ قبل حوالي 20 سنة تقريبا، أو أقل من 20 سنة شوي. كتبت مقال ثاني في جريدة الرياض، ما حد سمع. رجعت مكتب عقاري قال اشتري. قلت اشتري جبال شو اسوي فيه؟ وبعدين منين الدراهم؟ المهم والله دورت من حولي من الله منعم عليهم، ما لقيت احد يستجيب. حتى ان واحد لما جبته ووقفته على الجبل قلت له هذا ابيك تشتريه. قال ذا الجبل؟ قال لي قال ما يصلح لا طبخ ولا شوي. قلت ما ابيك تطبخ ولا تشويه ابن الحلال، ابيك تحافظ على اثاره. قال اي اثار؟ قلت هالمنشآت الحجرية. قال هذا شيول بنص ساعة يشيلها. قلت انزل الله يشيلك ويشيل اللي جابك معك، هل بدك تحافظ عليها ولا تشيلها؟ المهم اسلم والله وتعاون انا واثنين معي ونشتري ذاك الجبل اللي عليه اثار. وقام الدكتور الغزي، يعني شريت الجبل؟ نعم نعم، بحر مالنا عشان تحافظون عليه. اي والله. المهم قام الدكتور عبد العزيز الغزي جزاه الله خير وحصل على منحه أو دعم لهالمشروع التنقيب في هذه المنطقة وحولها من دارة الملك عبد العزيز، وكتب تقرير أكثر من 1600 صفحة حول الموضوع هذا. إيه اللي كان هو كان جزئين الظاهر، كان في ما كان عن الجبل، كان عن أشياء ثانية. كان عن الجبل وعن عيون فرزان. بالضبط. إيه. المهم قام ونقب، فتح بعض المدافن، وجد عظام، وجد خرز، وجد سلاح، وجد أن عمرها يعود إلى 5000 سنة هذه المقابر، هالمدافن هذه. وقامت الدارة دارة الملك عبد العزيز بإصدار مجلدين عن أثار المنطقة. وتفاجأت بأن الدكتور عبد العزيز الغزي جزاه الله خير والفريق اللي معاه أطلقوا على هذا الجبل اسم جبل باللعبون. عبد العزيز الغزي هو اللي سماه. هو اللي سماه جزاه الله خير دون علمي. والآن منشور في المجلدين اللي صدرتم الدارة ذكر جبل باللعبون عشرات المرات في هذا الموقع. اللي لفت نظري أن هناك أكثر من 15 نمط من المدافن في الجبل. في الجبل. يعني مين بشكل واحد لا من المدافن دي؟ لا، 15 نوع من المربع، المستطيل، المذيل، الدائري، الدائري مصطبة واحدة، الدائري مصطبتين، الثلاث، الأربع. فكرت في الموضوع، لما يكون عندي دائرة فوقها دائرة فوق دائرة أصغر، لماذا لا تكون هذه منشأ فكرة الأهرامات اللي في مصر؟ كما هي الزقورات مربعة ومدافن سقارة مربعة
وفي الجيزة الهمر الهرم المتكامل، لماذا لا تكون هذه المنشأة؟ طيب بعض الناس يقول شو العلاقة بين الأهرامات أو الفراعنة وجزيرة العرب؟ كثير من الآثار الفرعونية موجودة في جزيرة العرب، في تيماء موجود ختم فرعون رمسيس الثالث، ختمه ولا يختم ختمه إلا بوجوده، معناه كان هناك وبقي في تيماء 10 سنوات. وجد الجعران الفرعوني في الزلفي، وآثار الفاو فيها آثار فرعونية، إذا كان هناك تواصل. طيب الحين هذه جزئيتين، هذه جزئيتين مختلفات، خلينا ناخذ الأولى بعدين ناخذ الثانية. نعم. الحين أنت تقول أنه ممكن أن تكون، ممكن ولا أنت تعتقد أنه فكرة الأهرامات مأخوذة من هذه المقابر الموجودة اللي هي الهرمية اللي هي الأدوار في المدافن خلينا نقول؟ أي نعم. هي كل حقيقة علمية إن صح التعبير تبدأ بفكرة، تبدأ بفرضية وتمحص هذه وتدرس. أنا لست آثاري، أنا كل اللي دخلني في الموضوع غيرتي على أن لا تطمس الآثار وتكون استراحات، هذه منشأ الفكرة الأصلية. الثانية لما وجدنا بعض العلامات أو المباني قدحت في ذهني فكرة الأهرامات، شيء طبيعي. أبو ليان أنه لما تكون مصطبة أصغر 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 أن تكون هي منشأ الفكرة. والآن الأمر مطروح إلى الآثاريين والمنقبين، أما تأكيد هذه الفرضية إيه كم عمرها هي هذه اللي موجودة؟ 5000 سنة، أكثر من 5000 سنة. واللي في والأهرامات وسقارة ولا شيء؟ 2500 سنة، وبالتالي هي أقدم. مو في طلع يعني طلع دراسة في ديلي ستار البريطانية 2018 إنه هذيك الأمطار القديمة اللي ممكن تكون عمر الأهرامات، لا مو 2500 سنة، ممكن يوصل إلى 6000 سنة قبل الميلاد، يعني إلى 8000 سنة. ما عندي علم بهالدراسة، ولكن اللي أعرفه ومتأكد منه أن هذه الآثار التي في العفجة في الخرج هي أقدم من آثار أو الأهرامات في مصر. قد تتكلم أنت عن حضارة فرعونية، لكن نحن قاعد نتكلم عن نتكلم عن الأهرامات. الأهرامات هي هذه المقابر هذه اللي في جبل بن لعبون. نعم. أقدم من الأهرامات. نعم أقدم من الأهرامات. والفكرة أنها هي منشأ فكرة الأهرامات هي مجال بحث مطروح أمام الآثاريين، أما تأكيدها أو نفيها والمجال مفتوح، لا مشاحة في العلم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني